اهلا بحضراتكم مره تانية. اكيد اتكلمنا على المغرب والاحتفالات الكبيره والسعاده الغامره عند الشعب المصري والوطن العربي بالكامل بتاهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كاس العالم. دلوقتي جه وقت ان احنا نطمن جماهير النادي الاهلي على استعدادات الفريق لمباراه الاتحاد المقبله في بطوله الدوري، بطوله اكيد مهمه بالنسبه لنا، بقى لنا سنتين ما فيش توفيق خالص ان احنا نفوز بالبطوله، فبالتالي استعدادات مستمره في اطار طبعا البدايه المميزه جدا مع كولر على مختلف المستويات، يعني سواء محليا دوري وكاس ماشي بشكل كويس جدا، انتصارات متتاليه، وافريقيا كمان البدايه كانت بانتصارين سواء ذهابا او ايابا على الاتحاد المنستيري التونسي، فبالتالي ماشي بشكل رائع بخلاف طبعا بطوله السوبر على حساب نادي الزمالك. مهم قوي ان انت تستمر على هذا المنوال، مهم قوي ان انت تحاول بشكل مبكر تجمع اكبر كم ممكن من النقاط عشان يعني تكون استوعبت الدرس الكبير قوي قوي اللي حصل معاك اخر سنتين. بالمناسبه لان في ناس برضو بتتكلم عن الجزئيه دي، احنا السنه اللي فاتت مع موسيماني ابتدينا تقريبا على ما اتذكر لو انا فاكر صح 7 انتصارات متتاليه وفي الاخر خسرنا الدوري، فلا فمهم التركيز ونفضل مستمرين بالشكل ده وان شاء الله باذن الله كلنا ثقه في فرقتنا. استعدادات مستمره، النهارده مران ختامي بيجرى في هذه اللحظات، خلينا نقرب من الصوره بشكل اكبر ونعرف ان محمد توفيق زميلنا العزيز ومرئيس القناه الاهلي في مقر النادي الاهلي بالجزيره استاذ مختار التتش يطمنا بشكل اكبر على الاستعدادات النهائيه لمباراه الاهلي غدا امام الاتحاد السكندري. يا توفيق مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا توفيق، ايه الاخبار عندك؟ طمنا الاجواء ماشيه ازاي، استعدادات النادي الاهلي ومدى جاهزيه اللاعبين لمباراه الغد. يعني خلينا نبدا امير بالنقطه اللي انت كنت بتتكلم فيها حالا دلوقتي وانا معاك على الهوا، وهي التركيز، ان اول مباريات يعني اول 5 مباريات الحمد لله النادي الاهلي حقق فيهم العلامه الكامله. يمكن اول حاجه كانت في استعداد النادي الاهلي لمباراه الاتحاد غدا ان شاء الله، المباراه المؤجله من الاسبوع الرابع، كان اجتماع من مستر مارسيل كولر وكابتن سعد حفيظ بكل اللاعبين. يمكن ده كان على طول ثاني يوم خلاص حفظنا خلاص سيستم مارسيل كولر، ان ثاني يوم الماتش على طول بقى في تدريب استشفاء خفيف للمجموعه اللي لعبت، وبقيه المجموعه كمان بتخوض مران قوي، وبعد كده بقى في يوم اجازه وبعد كده بيواصل الاستعداد. اول حاجه كانت موجوده كان محاضره واجتماع مع اللاعبين اتكلم فيها المدير الفني ومدير الكوره كابتن سعد حفيظ عن اهميه هذه المرحله واهميه ان احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا كل الماتشات القادمه بمثابه كؤوس تحقيق الفوز فيها، مش بس اول 5 مباريات، لا انت محتاج، انت مع عندك يعني بتتكلم في 34 مباراه خلال مسيره الدوري، انت محتاج تكسب اكبر عدد ممكن منهم. احنا لسه ما عملناش حاجه، كسبنا 5 ماتشات، لكن النادي الاهلي هدفه اكبر يا امير، وهو عوده بطوله الدوري لمكانها الطبيعي في النادي الاهلي بالجزيره باذن الله رب العالمين. فريز يمكن خد راحه الجمعه، يوم السبت بالامس كان على طول في تمرين صباحي كان قوي جدا، الجزء الغالب فيه كان الجزء البدني. النهارده كمان الفريق زي ما انت قلت بيختتم استعداداته، طبعا استعدادات النهارده ابتدت برضو بمحاضره فنيه للجهاز الفني في غرفه المحاضرات استمرت لاكثر من 30 دقيقه، ومن بعدها على طول انتقل اللاعبين للملعب. يمكن التمرين بدا ببعض التمرينات البدنيه القويه جدا النهارده يا امير للمباراه، الحمد لله شهدت مشاركه جميع اللاعبين، الحمد لله الفريق كل اللاعبين عادوا موجودين بشكل طبيعي جدا في المران، حتى عمار حمدي موجود، كل اللاعبين موجودين، محمود متولي بيشارك بشكل طبيعي جدا، حمدي فتحي بيشارك بشكل طبيعي جدا، الغياب الوحيد بس وان شاء الله يكون معانا قريب جدا هو طاهر محمد طاهر، هو ده الغياب الوحيد لفريق النادي الاهلي باستثناء طاهر، كل اللاعبين موجودين حالتهم الفنيه والبدنيه. وكمان في حاله حلوه جدا يا امير شايفينها في الملعب ولامسينها، الحاله ما بين اللاعبين، الاجواء، كل دي حاجات انت اكيد شايفها وعارفها، يعني دي الحاجات اللي بتوريك الفريق البطل وشكل الفتره القادمه ان شاء الله هيكون ازاي. الحاله المعنويه اللي ما بين اللاعبين اكثر من رائعه، يعني في هذه الاثناء واحنا بنتكلم خلاص الفريق بيختتم استعداداته زي ما انت قلت لمباراه الغد باذن الله رب العالمين. على طول يعني هيبقى في تقسيمه هيختتم بها المران، ومن بعدها ان شاء الله يعني الفريق هيخش في معسكر مغلق في احد فنادق القاهره القريبه من ملعب المباراه ملعب الاهلي والسلام، استعدادا ان شاء الله لانطلاق مباراه غدا، المباراه المؤجله الاسبوع الرابع مع الاتحاد السكندري. كل الامنيات والتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يكون في فوز ثالث على التوالي، وان شاء الله يستمر النادي الاهلي الى نهايه البطوله على قمه المسابقه يا امير. طيب بشكل سريع يا توفيق قبل ما اختم معاك، انت اتكلمت على محمود متولي، عايز اعرف مدى جاهزيته البدنيه بس ان هو يخش القايمه، يعني هل خلاص هو جاهز بدنيا بنسبه 100% ولا لا؟ وكمان حمدي فتحي اخر الاخبار ايه، هل ممكن نشوفه ولا لا؟ وايمن اشرف كذلك ومصطفى سعد. يعني باستثناء مصطفى سعد زي ما انت ذكرت، محمود متولي، حمدي فتحي، ايمن اشرف حالتهم الفنيه والبدنيه
100% موجودين وتحت امر الجهاز الفني، ويعني ده حق دخولهم القائمه من عدم، وده حق اصيل للجهاز الفني ورؤيه مستر مارسيل كولر. ولكن من الناحيه الطبيه ولائحه اللياقه هم موجودين، بيشاركوا في التمرينات بنسبه 100% وموجودين زيهم زي زمايلهم. اختيار القائمه طبعا زي ما احنا قلنا ده حق اصيل للجهاز الفني، ولكن هم تحت امر الجهاز الفني بدنيا وفنيا، وان شاء الله يكونوا عاون لزملائهم في خلال استمرار المسابقه. خاصه انت عارف يا امير الفتره دي مضغوطه، فان شاء الله النادي الاهلي يحصد العامه الكامله من كل الماتشات اللي بيلعبها خلال الفتره دي، خاصه احنا داخلين على اكتر من مباراه صعبه. لكن باذن الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي، وان شاء الله زي ما قلت لك النادي الاهلي يفضل متصدر من اول اسبوع زي ما بدا، وان شاء الله لحد كمان اخر اسبوع في المسابقه، وبطوله الدوري ترجع لمكانها الطبيعي في الجزيره يا امير باذن الله. بشكرك يا توفيق، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد توفيق من رئيس القناه الاهلي كان معانا على الهواء مباشره من مقر النادي الاهلي بالجزيره. طمنا على اخر استعدادات الفريق للمواجهه الهامه غدا امام الاتحاد السكندري. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه.